يوم سعيد جدا علينا، وخاصة التكريمات اللي هتتم، لأن الحقيقة التكريمات يعني منتقاة جدا جدا، وكلهم الحقيقة أساتذتنا وزملائنا ولهم فضل كبير جدا على دار الأوبرا المصرية وعلينا كفنانين. فأنا معتزة جدا باليوم النهاردة للتكريمات اللي موجودة. دور ودعم وزارة الثقافة للمواهب يعني الحقيقة الحمد لله هذا الدور يعني وزارة الثقافة بتقوم بيه من فترة طويلة، ولكن احنا يعني في حالة تكثيف الحقيقة حاليا دلوقتي، وخاصة ان احنا بدأنا نشتغل على محافظات مصر كلها لاكتشاف المواهب، وكمان مش بس فقط لتدعيم المواهب ولكن ايضا لأنشطة ثقافية كتيرة متنوعة، في كتير منها بيخاطب الشباب الحقيقة. واهم شيء ان اتحركنا وخرج دار الأوبرا وخرج كتير من نشاطات وزارة الثقافة خارج القاهرة، وده اهم حاجة. يعني احنا تعودنا دايما ان عيد ميلاد الاوبرا بيكون يوم جميل الحقيقه، بيكون فيه يعني مجموعه فنون مختلفه متنوعه بتقدمها دار الاوبرا، ويمكن السنه دي بس يعني التكريمات مميزه جدا، لان كلنا بنعتز بكل الفنانين اللي هيتم تكريمهم النهارده، فسعداء بيهم وربنا يديهم الصحه ويفضلوا دايما معانا، لان دول ساعدوا كتير او بالاصح اثروا كتير في دار الاوبرا المصريه بتاريخها من نشاتها يعني.